ليس هناك سوى القليل من الصحفيين ممن يتجرؤ على دخول أحياء في مدينة حمص السورية معقل المعارضة. اليوميات الحمصية تتلخص في حصار من الجيش وقصف مدفعي شبه متواصل وتحذيرات من كارثة إنسانية. يحكي هؤلاء الصحفيون في تقاريرهم قصة سوريين منتفضين ومقموعين. صحفي جريدة الساندي تايمز البريطانية بول كونروي يعتقد أن تلك القصة استحقت منه أن يتسلل إلى أحد أحياء حمص وأن يجازف بحياته. زرته في أحد مستشفيات لندن بعد أن هرب عبر الحدود مع لبنان بمساعدة الجيش السوري الحر. تعرض لإصابات خطيرة في بطنه وقدمه. مشاعره تختلط بين الارتياح لخروجه وعودته إلى وطنه وبين تأثره مما رأى، حيث كان شاهدا على معاناة المدنيين في باب عمر، خاصة الأطفال. في باب عمر الجيش السوري لا يفرق في قصفه بين البيوت المدنية وبين أماكن المنشقين، يقصف كل شيء، لم يفرق بين كبير وصغير، بين شاب وطفل، إنهم يقتلون من يجدون. ليس لدى كونروي ثمة شك في أن حمص أصبحت أخطر مكان بالنسبة للصحفيين الذين قتل منهم 8 منذ بدء الانتفاضة وتوفي 9 متأثرا بأزمة ربو لأنه لم يكن هناك من يسعفه. سوريا أكثر الأمكنة التي زرتها اضطرابا طيلة 20 عاما الماضية، ولم أرى في حياتي مكانا خطرا كحمص، حتى بالمقارنة مع مدينة مصراتة الليبية التي زرتها قبل سقوط القذافي لم يكن الأمر بهذه الخطورة، ولن يعرف العالم ما يحدث في سوريا إذا دخلنا بتأشيرة حكومية. ماري كولفين عاشت أحداثا دامية حول العالم ولكنها ماتت في حمص. عمل الصحفي المستقل في سوريا قد يكون صعباً للغاية، فلا يسمح بالتحرك من دون مرافقة حكومية أو تصريح مسبق وترتيب لكل من سيتحدث إليه الصحفي. تحدثت مع مسؤولة في قسم التأشيرات هنا في السفارة السورية في لندن. قالت لي إنهم يمنحون تأشيرات دخول للصحفيين، لكن ما لم تذكره المسؤولة هو أن التأشيرة محددة بمدة لا تتجاوز 10 أيام، كما أنه لا يحق للصحفي أن يحدد مدناً معينة لزيارتها. من يحدد هم المسؤولون في دمشق. الانتفاضة ضد نظام الأسد تغطى في أغلبها عن طريق كاميرات الهواتف النقالة بسبب القيود المفروضة على تحركات الصحفيين. يبث الناشطون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن مهمة الصحفي على الأرض تظل مطلوبة مع أنها لا تخلو من المخاطر. المبرر الحقيقي لذهاب الصحفيين إلى مناطق خطرة كحمص هو تسليط الضوء على تلك البقعة المظلمة التي نعرف عنها القليل في ضوء ندرة المعلومات والصور. نبحث عن الحقيقة ونظهرها للعالم. المسألة لها بعد أخلاقي في الواقع، وهو ما يبرر عملنا. يقول المسؤولون السوريون في وسائل الإعلام الرسمية إن سوريا ضحية مؤامرة إعلامية، وكثير من مؤيدي الرئيس بشار الأسد يعتقدون ذلك. المحتجون من جانبهم يحرصون على إرسال هذه الصور إلى وسائل إعلام مستقلة بعيداً عن شاشة التلفزيون الرسمي الخاضع لرقابة الحكومة. أحمد مهر، بي بي سي، لندن.